مساء الخير مشاهدينا الكرام عبر هذه الشاشه شاشه قناه الثالثه الرياضيه حياكم الله في برنامجكم قانون اللعبه. الالعاب كثيره والرياضات متنوعه واحنا بدورنا في هذا البرنامج نسولف عن القوانين. قانون لعبتنا اليوم في البرنامج مختلف وربما لاول مره يمكن حتى نغطي هذه الرياضه في ارضهم يعني احنا في ملعبهم. وهي رياضة الدرون او سباقات الدرون، عارفين الدرون؟ إيه هي الطيارة اللي يطالعونها في مثل ما يقولون بالعالم الافتراضي النظارة عبر العيون تغطي عيونك بالكامل وتعيش وانت بالغيم اي انا بالغيم وانت بالارض اي انا بالارض، مو واقف لا 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 انت كانك سائق طائرة بالكامل، على العموم التفاصيل اللي راح يكون فيها اكثر واكثر واكثر مع ضيفنا العزيز ولكن عقب ما تعرف على سيرته الذاتية. خلونا نرحب بالكابتن سليمان الخشتي احد اعضاء الفريق الخاص بالدرون او سباقات الدرون في النادي العلمي الكويتي حياك الله كابتن سليمان. يا هلا فيك. الله. الله يسلمك يحبك. يعني قبل ما اروح الى الدرون ودي اعرف سليمان الخشتي. هل بدايتك وانطلاقتك في هذه الهوايه في النادي العلمي ولا انت مثل ما يقولون لا والله ولد النادي من وانا صغير وتدرجت في وايد اشياء وصولا الى الدرون وهذه هي عادة الكثيرين منهم بالضبط <applause> اول شيء ارحب فيكم في النادي العلمي الكويتي تسلمك يا انتم أه. يعني تلفزيون الكويت لكم مكان عندنا حبيبي. حبيب كبيره على ما شاء الله ونعتز دائما ببرامجكم ودائما تثرينا وتثري الشباب نعم. واستقطاب الشباب دائما يكون عن طريق الاعلام يلا ان شاء الله من بعد البرنامج نجيب لكم بعد ان شاء الله يعطيكم العافيه بدايتي بالنادي العلمي طبعا انا من كنت صغير طبعا احنا ما كان عندنا لا ايباد ولا ايفون ايه. ولا اجهزه الكترونيه ولا شيء أبوي الله يرحمه يا ابني <applause> نادي العلمي شركني وانا صغير في اداره علوم الطيران جميل من صغير وانت صغير يخاف يعني على الطيارات وتركيب هالخشب وكان صح وكانت موديلات الطيارات غير صح عن الحين يعني شلون تطورت شلون صارت فيها حداثه نعم فكنا يعني فلوس ما كان عندنا كنا نجمع من مصروفنا المدرسي نعم وكنا نعم من عيادين نخش نخصص نعم مخصصات اي والله غاليه كانت ترى غاليه <applause> يعني كانت الطياره تكلف حول 120 دينار 150 والله رحمها والله ذيك الحزه صح اي ايه فنجمع الطياره ونجمعها ونجلد البودي ونركب الماكينه ونلين الماكينه صحيح ومكونات الطياره كلها طبعا شروحات الاساتذه ما قصروا معانا نعم يعني كبرنا معاهم كبرت هوايتنا وصار عندنا طموح ان احنا نشوف ونغير قمنا نطالع هليكوبتر طلعت هليكوبتر حلو صار في خوف انه شويه فيها خطوره يعني الهليكوبتر بالتحكم مثلا اي بالتحكم ايه والبليدز يعني الشفره تدور يعني ايه تخاف يعني الواحد مو بسهوله انه هو يعرض نفسه الالكترونيات واحنا يعني اهالينا كانوا حريصين علينا اكيد ما احنا صغارنا ناخذ الهوايه شوي شوي. فبعدين مع التطور طلعت الدرونات. حلو. درونات التصوير الجوي المعتاده اللي طبعا ما تطلع او ما نطلع نصور فيها الا في التصريح صحيح مخول ان نطير ما زالت هذه التصريح اي نعم موجوده هذه شغاله اوكي. واشكر وجه رساله شكر إخوان بوزاره الداخليه اداره العلاقات العامه والاعلام نعم. على مساعدتهم لنا وتوفيرهم لنا تقديم تصريحات بالامنيه حلو. بصوره رسميه وانجازها بوقت وجيز جميل يعني الحمد لله انا مقدم قبلها باسبوع نلاقي التصريح خلال الاسبوع خالص ممتاز وهذا شيء فعلا جميل ينظم هوايتنا وما يعرض هالخطر ممتاز وصلت الى الدرون في النادي العلمي الدرون <applause> اللي هو سباقات الدرون وهذا يمكن اول مره احنا نتعرف عليه وخاصه في البرنامج انا اسلط عليه الضوء احنا عارفين الدرون مثل ما تفضلت في الطيران والتصوير الجوي سواء فوتو او تصوير فيديو لكن الان انا بسولف وياك بالسباقات سباقات يعني فيها سرعه فيها مخاطرة فيها تحكم فيها تركيز فيها شيء أنت وكأنك موجود بالجهاز هذا مو بعيد أو واقف بعيد وتتحكم فيها فمثل هذه النقلة النوعية من إلى اه شلون كانت وياك؟ إحنا أول شيء طبعا مكونات الدرون هي اللي شدتنا لأنها تختلف عن الدرون يعني هذه الدرون إحنا نبنيها كلها من أي تزد نطلب القطعه اه ما تشتريها جاهز اي فال وتجمعاتنا مع الشباب واثني على كابتن عمار الجراوي وكابتن سعود المسالم اللي وقفوا معي في البدايه وعلموني شلون اركب الدرون وابنيها ميكانيكي يعني انت الحين بالضبط طيب يعني إن انت الحين الكتريك تشتغل كهرباء حلو وتركب وتبرمج هذه الدرون على الكمبيوتر بالنهايه لما تبنيها نعم عشان تكون جاهزه للطيران جميل طبعا هذه درون السباق آه اللي شدنا فيها خفتها ويعني فيها من الهليكوبتر بس انه تطير كالفيزكس مال الطياره. ممتاز. يعني تروح ترجع حلو. زين فانت تتعامل مع آه لتر اكس ايه؟ عندك تحكم فيه. بالهليكوبتر هذا ما تسويه. اي ايه يعني صعب. نفس الطريقه ولكن ما يكون ما يكون في الجلايد <تكلم> او او نمط الطيران المشابه للطائرات طيارات اللاسلكي اللي نطيرها حلو هذا اللي يعرف يطير طياره لاسلكي راح يدش عليها بسهوله جميل وعاد لعبتنا ايه والله صدق لعبتنا يعني يعني كسرنا طياير لين بس ميت على هذه <applause> 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 هذه والله انا وانا اشوفها قدامي ما فيها كبر هل انتم بس حاطينها للعرض للشرح ولا لا هي لها كبر يغطي وتحطوا استكرات نفس ايام قبل الطيارات لا هذه هي كذي تكون يعني هي تكون يعني هذا هذا موديل ثاني نعم أه تكون هي بهذه الصوره حلو وتطير بهذه الصوره فهي محميه شوف هذا طبعا موديل حديث نعم وان الهوايه هذه قاعده تتطور حلو يعني اول كنا نستخدم فيبر جلاس هذا كله ولا؟ هذا 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 كله كاربون فايبر كاربون فايبر, فايبر. اوكي يكون تي 700 حلو كاربون فايبر نعم. ف جوده عاليه مم. ويكون في يعني جلايد بالطيران حلو سهوله بالطيران التكنولوجي اللي قاعد تتطور بهالهوايه لأنها هوايه جديده ترى الهوايه هذه صار لها يمكن 10 سنين ما شاء الله اي يعني الهوايه هذه انتشرت بين المراهقين زين وبين الشباب التينيجرز اللي يلعبون فيديو جيمز لان شنو انا مسعك ساعه اسمعك تقول في ار او العالم الافتراضي نعم هو هو عالم ثاني ولكن انت بالعدسه انت الطياره بالضبط يعني انت انت شلون شنو تشوف الطياره بالضبط انت اللي قاعد تشوف وكانك خلال انت فيها لا انت نفسك انت اللي قاعد تطير حلو صحيح يعني مو كانك انت راكب يعني لا. انت باتمان سوبرمان اي كانك سوبرمان باتمان جراندايزر أي. 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 ايوه ايوه خلينا على الجراندايزر نعم دوفليت داخله ايوه بالضبط انت دوفليت جميل جميل فتطورت بشكل رهيب كنا نطير على انظمه قديمه انظمه الانالوج انالوج طبعا تعرفون بالتلفزيون اللي هو تحكم الاس دي اس دي اي مثلا لما تصير الشاشه ايوه تمت... مشوشه <applause> لازم الساوند لازم, <تصفح> لازم. <تصفح> زين عشان <صح> توصلها <تصفح> لنا هذا النظام الاتش دي الجديد زين الحين غير يعني قبل كنا نقسم شاشاتنا مثلا عشان نعرض نعرض مثل بالريسيفر اللاعب رقم واحد، لاعب رقم اثنين، لاعب رقم ثلاثه <تصفح> ولا لليوم اذا بنطير من شروط مسابقات درون السباق أنه تطير انالوج حلو للحين ما طلع شيء على الاتش دي اوكي لان هذه الانظمه جديده للحين ما صار ما تم تعرف ايه؟ ما صار ما صار في اي تحديث حلو. على التحكيم ايه. بالمسابقات لسباقات الريسترون في الاتش دي زين شدتني أه شديتني في شغله قلت لي هذا غير هذا او هالنوع غير هالنوع شنو الفرق انا اشوفهم نفس الشيء نفس الحجم ايه؟ يمكن بس الحمايه لا. الفرق هذا فريم اي يستخدم للسباق ايضا زين يعني شوف زاويه الكاميرا أي. تقريبا 60 درجه لفوق حلو. فانت كذا قاعد طالع فوق يعني انت لما تشغل الدرون على الارض تمام راح تطالع فوق لازم تطير ميال شوي تروح قدام آه، زين عشان تشوف طريقك طريق. فهذه تستخدم حق الجيتات هذه اللي تشوفها ورانا ممتاز إيه؟ زين عشان تقدر ان انت تدش الجيت بكل سهوله بس هذه تاذيك فيها الجيتات يعني ممكن تحكم الكاميرا انت تشوف العدسه صغيره إيه؟ لكن القطعه مالتك الطياره شويه اكبر فممكن تدعم الكاميرا تقريبا فيش اي او سوبر آه وايد انجل معطيك فتعطيك فارشه واسعه تشوف الزوايا كلها من حولك زين فاحنا نختار طبعا 4 باي 3 اي على اساس ان الصوره الصوره تكون ما تكون 16.9 <applause> ما تكون سينما مو مو واسعه تصير 4 باي 3 نا. عشان انا اشوف زوايا الجيت وادخل عليه واطلع بكل سهوله حلو وطبعا واحد عن واحد يفرق واحد ايده باليمين تمام يدش واحد ايده بالشمال مم. يعني غير على اليمين فكل واحد عسماوي يمناوي جميل صح هذا الفريم هذا الفريم الفري ستايل طبعا النمط الثاني في درون السباق اللي هو الفري الحركات حلو اه هذا يستخدمونه هالطيارة هذا حق الحركات الفلوبات جميل الرول زين الدايف زين جميل. تقدر ان تسويها بغير الفريم اللي هو الخاص بالسباق حلو تمام يكون دائما فريم السباق جامد جميل حق الجيت حلو ايه؟ حلو فهذا الفرق بين الفريمين والمراوح ايضا هذه المراوح فري ستايل عندنا فري ستايل ايه؟ درون وعندنا ريس درون المخصصه بالسباق واحد واثنين وانا وياك يا سليمان مع الساده المشاهدين بهالواحد والاثنين فريستال ياي زيتلي لكن بتعرف عليه اكثر في الحلقه الجايه انا وياكم والكابتن سليمان الخشتي فما